نعمل اوقر حاجه بالجبنه الكريمي. بنقول بسم الله الرحمن الرحيم، 5 بيضات، كوبايه وربع من السكر، وذره فانيليا. يبقى مقاديري ثابته كلها، وتقدري تغيري الماده الدهنيه من زيت الى سمنه سايحه بارده الى زبده سايحه بارده زي ما انت عايزه. اعملي نعمي السكر كويس قوي مع البيض والفانيليا، وعندي كوبايه جبنه كريمي بطعم القشطه، كوبايه جبنه كريمي بطعم القشطه، خدي بالك من التكنيك ده، كوبايه جبنه كريمي بطعم القشطه، ما تجيبهاش بطعم الشيدر ولا طعم ده، بطعم القشطه. يا جماله اعمل الخليط ده، وبعد كده اعمل لك الفرست، وبعد كده هجيب الكبات اللي انا هفنشها عشان اوريك التكنيك والحركات والتكات بكل حاجه. زي ما انت شايف كده، ال5 بيضات وكوبايه وربع من السكر وذره الفانيليا انعمهم كويس قوي، واطول بالي احطهم بعد كده نص كوبايه زيت ذره او سمنه سايحه بارده او زبده سايحه بارده. خطواتك كده كلها قدام ده زي ما انت شايفه كده، التفاصيل والحركات والتكات. نزلي الزيت ينعم معاكي كويس قوي، وتاكدي ان البيض اندمج مع السكر والفانيليا والزيت. هنزل عليهم الجبنه الكريمي بطعم القشطه. يعني انا عامل لك كل شيء مفيد لاولادك، يعني اي صنف هتعمليه هيبقى قيمه غذائيه لاولادك كويسه جدا جدا. ولادك مش عايزين اللبن، تقدري تضيفي التمر اللي احنا عاملينه ده مع اللبن الدافي وتشربيه بدون عسل بدون اي حاجه. يعني معجون البلح ده تقدري تحطي معلقتين على كوبايه لبن سخنه وتقلبيه وتديه للعيال. تقدري تعملي معجون التفاح بنفس الطريقه، الجزر، كل شيء عملته لك ذو قيمه غذائيه للعيال عشان تستمتعي بيها. يا جمالك يا جمالك يا حركاتك. نعم عندي البيض والسكر والفانيليا والزيت، اروح جايبه كوبايه الجبنه الكريمي القشطه بطعم القشطه، واروح حطها زي ما انت شايف كده قدامك يا تفاصيلك مع بعض، وبعد كده امكسهم اخفقهم مع بعض. خليها في الجنب هنا كمان. نعامي 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 نعامي. وبعد كده بقى خد بالك التركه اللي جايه دي، التركه اللي جايه عندي كوبايه ونص من الدقيق، ذره ملح، نص معلقه كبيره بيكنج باودر، وذره بيكربونات صوديوم. خدي بالك ذره بيكربونات صوديوم زياده. اقلب الدقيق مع الملح مع البيكنج باودر مع بيكربونات الصوديوم. خطواتك كده كلها قدامك. وبعد كده هجيب الخليط بتاعي اللي هو الفرس، هنعم بقى الكلام ده. هنا عندي 5 بيضات وكوبايه وربع من السكر وذره فانيليا وكوبايه جبنه كريمي ونص كوبايه زيت ذره. اروح جايه ضايفه الدقيق اللي فيه الملح وفيه بيكربونات الصوديوم وفيه البيكنج باودر، واعجنه كويس. واحده واحده كده اعجنه كويس. واحله بايه يا حسن؟ بنص كوبايه لبن دافي. خطواتك وتكنيكك مظبوط، وفي الاخر النتيجه هتطلع ليك مظبوطه زي الفل. علي 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 علي. ادمجي كله مع بعض، وبعد كده هنجيب الجناب بتاعت الحله، هنبدا نصبه وندخله الفرن، هنعمل الفورست، واقول لك تعملي كريم شانتيه ازاي وكريمه الزبده ازاي، وتبداي تعملي توبنج. لكن لو انت هتبعتيه المدرسه مع عيالك ما ينفعش تديله اي غطاء من فوق من الكريمات، يروح في ورق سلوفان او ورق زبده مع بعضه دراي كده عشان تستمتعي بيه انت والعيال، عشان الحاجه ما تسحش مع العيال. تجيب الجناب بتاعتك وتاكد ان الخليط بتاعك انسيابي. تعال شوف كده يا استاذي الانسيابيه بتاع الكب كيك بتاع الشيز كيك. تعالى نصبه عشان ادخل الفرن ونبدا نعمل الفورست بتاعنا ونشوف هنعمل ايه. يا تريكاتك. احلى حاجه بقى في ده هتدي له توبنج ايه؟ قطع جبنه ريكفورد. يا جبنه ريكفورد يا حسن استمتعي بالسويت اند ساور. يعني قطع جبنه ريكفورد تقدري تزوديها عليه كده بكل سهوله. خطواتك كده كلها قدامك. تعالى نديله التوبنج بتاعه وندخله زي ما انت شايف كده قدامك. يا جمالك. تعالى بقى للتفاح عشان ادلع العيال. بديله فوق كده قطع تفاح كده يا عم ياسر.
من اللي انا سويته في الفرسه بتاعت الابل باي يا جمالك، زي ما انت شايف كده كل حاجه قدامك. بالتفاصيل والحركات والتكات. اما بقى الجزر هروح جايه مدياله شويه جزر من فوق عشان ادلع عليه مكعبات جزر صغيره زي ما انت شايف كده قدامك. اما التمر شويه تمر صغير مكعبات تمر، ومتعي ودلعي العيال. اتفقنا؟ تقدري تقدميه كده بعد ما يستوي للعيال بملفوف ورق سلوفان ورق زبده يروح للمدرسه. اما هتعملي احتفال هتشوفي دلوقتي هفنشولك ازاي. الجبنه بقى يا عمي تعالى شوفي كده الجبنه هديها ايه. قطع جبنه ريكفورت عشان طعم السويته نصور فيها، خد بالك من التركه، قطع جبنه ريكفورت عشان تديك السويته نصور فيها. دلعي وظبطي وتشوفي التفاصيل والحركات والتكات يا جمالك. تعالى بقى زقه في الفرن بعد ما عملت عندك بطعم الفانيلي بطعم الشوكولاته بطعم الجزر بطعم البلح بطعم التفاح بطعم الجبنة. احتاري واختاري بين الأطعمة اللي انت عايزاها زي ما انت شايفة كده الأشكال كلها قدامك. احتاري واختاري بكل اللي انت عايزاه.